سيادة النائب ضياء الدين داود. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، عجرفة زائد جهل بتوفر البيئة الحاضنة للفساد. وزارة خلال آخر عامين على الأقل بقت بامتياز راعية للفساد في مصر كلها، خاصة في السلع الاستراتيجية اللي مصر بتنتجها وبتوفرها. كانت بدايتها يعني، وكانت النقطة السوداء الكبيرة في عمر ولاية الوزير، هي أزمة الرز اللي هي كانت صنعته. بلد بتنتج 4 مليون طن، بتستهلك 3.3، تضاعف فيها واختفى الرز، والوزير يقف عاجز. ما بين يوم 5 ديسمبر ليوم 27 كنت لازم تستقيل. لما الرقابة الإدارية ما تستعجبش، انت نائب وكنت سياسي وبقيت وزير، لما وزارتك يتوجه لها ضربتين من الرقابة الإدارية، أحمد مهدي مستشارك للرقابة والتوزيع، لما الرقابة تقبض عليه وشبكة معاه داخل الوزارة، لازم تعلن مسؤوليتك السياسية وكنت تستقيل. لما يتقبض على نائب مشروع جمعيات اللي الدولة عملته عشان توصل السلعة للناس، كنت لازم تستقيل. تستقيل بحس النائب اللي الحكومة والدولة اختارتك علشان جايبك من حس المجتمع، ما قدرش الأمانة كما ينبغي، وكان يتعين تحت القسم. لما يتقبض على رئيس المجلس الإدارة والعضو المنتدب المالي للمجمعات الاستهلاكية وهو كمان مع شبكة، كنت لازم تعلن عن مسؤوليتك السياسية وإنك تستقيل. هذا الوزير مع حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن تحوز على حماية البرلمان. شكرا سيادة الرئيس. شكرا.